بمدينة البيضة اجتمع عيان ومشايخ المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية في اجتماع لطرح مبادرة تلتقي فيها كافة أطياف الشعب الليبي للخروج من أزمة طالت لسنوات. تلخص الحديث حول توحيد وجهات النظر فيما يتعلق بإنقاذ ليبيا من الوضع الذي تمر به في هذه الأيام، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء والكهرباء والماء. توحيد المؤسسات والسعي لانتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة كانت أبرز النقاط التي ناقشها الأعيان والمشايخ، وكان ملف وقضية الجنوب المنسي من المسؤولين حاضرا أيضا في هذا الاجتماع، إذ توقف الجميع على ضرورة توفير قوة عسكرية لحماية الحدود والمساهمة في حفظ الأمن لوقف الانتهاكات المتكررة في المنطقة. أكد الحاضرين جميعا على أنه لابد من التحريك الشارع والاتصال بالقيادات في ليبيا، سواء مجلس النواب أو المجالس الأخرى، والتأكيد على أنه لابد من الضغط من نحو الانتخابات بشكل سريع، يعني الانتخابات الرئاسية يعني بشكل عام، والتغيير الجذري لوضع الإدارة الليبية. وبالتالي لابد من ستنتقل هذه المجموعات الجنوب والشمال والغرب والشرق للمجلس النواب وللعاقل صالح والمسؤولين في ليبيا بضرورة الصراع بعملية الانتخابات المبكرة وبشكل عاجل، لأن البلاد لا تتحمل التأجيل. شرقا وغربا وجنوبا جمعته مدينة البيضاء على أمل الخروج بمبادرة تجمع أبناء الوطن الجريح لتضميد جراح الوطن بمصالحة وطنية تلم الشمل من جديد.